بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نتقدم إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالتهنئة والتبريك على انضمام الشارقة لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، ونشكر منظمة اليونسكو الموقرة على هذا التتويج المقدر لمسيرة إمارة الشارقة التعليمية بمنحها عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم التي ننظر إليها ببالغ الأهمية. إنما تحققه إمارة الشارقة يأتي بفضل وتوفيق من الله عز وجل ورؤية وجهود باني نهضة إمارة الشارقة صاحب السمو حاكم الشارقة القدوة والمعلم والمثقف والكاتب. وفي الوقت الذي تركز فيه الشارقة على الاستثمار بالإنسان بعلمه بثقافته وصحته وبرعايته على مختلف مراحل عمره، فهي اليوم أول مدينة صحية على مستوى المنطقة، ووسعت نطاقها لتشمل جميع المدن، وهي المراعية للسن والصديقة للأطفال واليافعين والعاصمة العالمية للكتاب. على مدى مسيرة إمارة الشارقة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج الهادفة لدعم العملية التعليمية لبناء جيل واع ومثقف، وتحرص الإمارة على ضمان حق كل فرد في الحصول على فرص متكافئة في التعليم الجيد والشامل، وهو ما يتوافق مع الهدف الرابع للاستدامة للأمم المتحدة في التعليم وإطار العمل بشكل التعليم حتى عام 2030. تضم إمارة الشارقة منظومة متكاملة من المؤسسات التعليمية المعنية بجميع المراحل الأكاديمية، وأنشأت في خطوة رائدة أكاديمية الشارقة للتعليم بهدف بناء قدرات المعلمين ودعم كوادر المنظومة التعليمية، إدراكاً منها بدور المعلم الذي تضعه ضمن أولوياتها وتوليه كل الرعاية والاهتمام. ولدى الشارقة أكبر مدينة جامعية متكاملة بالعالم، ومؤسسات بحثية مختلفة عززت من مكانتها العلمية، وتركز الشارقة على توفير التعليم مدى الحياة لجميع شرائح المجتمع، وتفعيل مبادرات التعليم والتعليم المستمر لجميع أفراد المجتمع لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، وتحرص على تعزيز التعلم الشامل ابتداء من التعليم الأساسي إلى العالي، وإحياء التعلم داخل الأسر والمجتمعات وإتاحته في أماكن العمل. إن جودة التعليم هي من مرتكزات اهتمامنا باستخدام التقنيات الحديثة. إن التعليم في الشارقة أولاً وآخراً.